تعد أبرز مساعي الجهاز تثمين المورد البشري وتحسين ظروف ممارسة أعوان الجمارك لمهامهم من خلال لا سيما الاعتماد على منظومة تكوينية متكاملة ينهل خلالها العون الجمركي مختلف المكتسبات والمعارف التي تكفل أداء مهامه بكل مهنية واحترافية، ناهيك عن برامج الرسكلة والتكوين المتواصل التي ستسطر دوريا من أجل تعزيز القدرات النظرية والتطبيقية للجمركيين بمختلف رتبهم ووظائفهم تماشيا مع التدابير الجديدة التي تسنها الحكومة وما تقتضيه من مواكبة الأداء الجمركي مع التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية باستمرار، كما تطمح بأن تكون قطبا إقليميا في التكوين الجمركي خصوصا مع تزايد اهتمام عديد الدول الشقيقة والصديقة العربية منها والإفريقية بتكوين أعوانها في الجزائر